بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أوقاتكم جميعا بكل خير. حياكم معنا وحلقة جديدة من برنامج هنا عمان والمتابعة اليومية لمجموعة من الأحداث، إن كانت المتابعة من خلال الكاميرا المحمولة لبرنامجنا أو من خلال الاستضافة داخل الاستوديو. حياكم معنا، عندنا اليوم أكثر من موضوع، فقط كن دائما معنا عزيز المشاهد. الماء الساخن سر الحياة، غريب صح؟ يعني في ظل ارتفاع درجات الحرارة يعني في الأربعينيات، يعني كم توصل اليوم؟ اليوم اتوقع يعني هذه السيارة، ما أعرف السيارة يقولوا يزود شوية، ما أعرف يعني، بس ما أعتقد أنها كانت أقل من 45-46 وربما أكثر. في نظرية تقول لا تشربوا الماء البارد، اشربوا الماء الساخن لأنه في صحة. كيف؟ خليكم معنا في البرنامج.